أهلا بكم من جديد. ذكر دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيصوت اليوم على قرار ينص على تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لعام واحد. وبحسب مشروع القانون الذي أعدته ألمانيا وإندونيسيا، فستكون البعثة الأممية ملزمة بأن تدعم الحكومة الأفغانية لتنظيم انتخابات شفافة بما فيها الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 28 من الشهر الجاري. عبر الهاتف ينضم إلينا الآن السيد هاني الخبير في الشؤون الدولية. أستاذ السيد، أهلا بحضرتك. أهلا بيك وسهلا. إذن يعني مسألة، يعني بداية توقعات حضرتك في التصويت على هذا القرار أو مشروع هذا القرار، يعني سيكون كيف سيكون؟ يعني هل ستمدد البعثة الأممية أم لا تمدد في رأيك؟ تحياتي لحضرتك يا أستاذة إيمان وتحياتي للسادة المشاهدين. أتمنى ألا يصدر هذا القرار لأنه سوف يزيد الأزمة الأفغانية تعقيدا. الحكومة الحالية لا تعترف بها طالبان، طالبان تسيطر على حوالي 70% من الأراضي الأفغانية. هناك حوار قطع شوطا طويلا وحقق بعض الإنجازات بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة طالبان، وبالتالي فالحكومة الشرعية لا تعترف بها طالبان. حتى الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2018 كل هذه في عام 2017 كل هذه الانتخابات شهدت أعمال عنف شديدة، وأكثر من عملية، أكثر من 400 عملية عنف عاقت هذه الانتخابات، وانفجارات حصلت في لجان الاقتراع. وبالتالي فالحل هو تشجيع عملية الحوار واستئناف الحوار الذي توقف بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية، ومن أجل التوصل إلى نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع. إنما الأمم المتحدة بتساند حكومة غير معترف بها من جماعة طالبان التي تسيطر على معظم الأراضي الأفغانية. ولكن يعني في كل مرة تقريبا يحدث اختراق ويحدث تصرف من قبل طالبان يوقف هذه المفاوضات. أستاذ السيد، يعني تعقيب حضرتك أيضا على هذا، يعني في آخر مرة تم وقف هذه المفاوضات أو هذه المباحثات بسبب تصرف وبسبب إعلان طالبان بأنها قامت بآخر عملية إرهابية. آخر عملية جرت في الحي الدبلوماسي وراح ضحيتها 12 شخصا منهم جندي أمريكي. نعم بالضبط. وهذا ما أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودفعه إلى وقف الحوار مع طالبان، لا سيما أنه مقبل على انتخابات لفترة ثانية في البيت الأبيض. عملية طالبان قامت بها ردا على عملية سبقتها بأيام قليلة أدت إلى مقتل العشرات من جنود طالبان. وبالتالي فعندما نطالب بالطالبان بوقف العمليات العسكرية أو العمليات ما يسمى بالعمليات الإرهابية، يجب على كل الأطراف وقف هذه العمليات، ما نطالبش طرف واحد. يعني يجب أن تكون القضية الأولى على مائدة التفاوض هو وقف العمليات العسكرية من كل الجوانب، سواء من قوات الأجنبية الموجودة في أفغانستان أو من جماعة طالبان أو من القوات التابعة للحكومة الأفغانية. لكن للأسف الشديد المفاوضات كانت تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة طالبان، وأعمال العنف والقتل مستمرة، لأن كل طرف بيتخذ من هذه الأعمال ورقة ضغط على مائدة التفاوض للضغط بها على الطرف الآخر. طالبان عندما ترتكب أي عملية يسقط فيها عدد من جنودها أو قواتها بترد بعملية أخرى وهكذا. فالحل هو الاتفاق على وقف جميع العمليات العسكرية في أفغانستان، الجلوس على مائدة التفاوض، ثم الإعداد لانتخابات حرة نزيهة تشارك فيها طالبان، لأنه من غير المعقول أنه القوة التي تسيطر على أكثر من نصف مساحة أفغانستان، سواء اتفقنا أنها 70% ولا 60% ولا 50%، إلا أنها مساحة كبيرة. غير المنطقي أنك أنت تستبعد القوة التي تسيطر على 50% من مساحة الدولة تستبعدها من الانتخابات وتصفها بأنها جماعة إرهابية. طب ما هي مطالب طالبان يا أستاذ السيد؟ يعني ما هي طلباتهم في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، طلباتهم في أفغانستان؟ يعني ماذا يريدون تحديدا في أفغانستان؟ شوفي، أنا رحت أفغانستان وغطيت عملية الغزو الأمريكي لأفغانستان وأمضيت هناك 68 يوم والتقيت بقيادات طالبان. طالبان تريد الآن خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. كل حواراتها مع الجانب الأمريكي هو جدولة
خروج القوات الامريكيه بيرأس الجانب الامريكي دالماي خليل زاده، وده له اصول بشتونيه افغانيه. هو كان سفير للولايات المتحده الامريكيه في افغانستان، ثم رئيسا للوفد الامريكي في الامم المتحده، وهو دبلوماسي امريكي عريق مشهود له بالكفاءه، ولكنه له اصول بشتونيه افغانيه، وبالتالي فهو قادر وبما لديه من خبره عندما كان سفيرا للولايات المتحده الامريكيه في افغانستان على وضع حلول والحوار المثمر مع جماعه طالبان. طالبان تريد خروج القوات الاجنبيه. طيب ومن الحكومه الافغانيه ماذا تريد؟ وماذا تريد من الحكومه الافغانيه؟ يعني ماذا تريد في افغانستان؟ هي لا تعترف اساسا بالحكومه الافغانيه وتعتبرها حكومه غير شرعيه وحكومه مصطنعه زرعتها الولايات المتحده الامريكيه، ولذلك الحوار بين طالبان والولايات المتحده الامريكيه وليس يعني بين طالبان والحكومه الافغانيه. استاذنك يا استاذ السيد، يعني الطرفان الان يعني يقولون هذا نفس الكلام، يعني الحكومه الافغانيه تعتبر ان طالبان دميه في يد الولايات المتحده الامريكيه، وطالبان تعتبر ان الحكومه الافغانيه هي حكومه معينه اصلا من الولايات المتحده الأمريكية. يعني هناك حاله تشكيك اصلا. لم تكن طالبان في يوم من الايام دميه في يد الولايات المتحده الامريكيه، بل هي عدو وخصم. الحكومه الافغانيه حكومة لا، سواء بقى كانت دمية أو مش دمية، إلا أن القوة على الأرض وهي قوة طالبان لا تعترف بشرعية هذه الحكومة. إذا ممكن نذهب إلى انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تأتي بحكومة منتخبة سواء بقى كانت فيها حد أفراد من الحكومة الحالية أو ما فيهاش. إنما استمرار الوضع أنك أنت بتدعم حكومة زي بالضبط ما أعدد المجتمع الدولي معترف بحكومة برهان الدين رباني من سنة 96 لحد الغزو سنة 2001، وبرهان الدين رباني نفسه مش أفغانستان في أفغانستان ولا حكمت لها أي وجود، إنما من أجل سحب الشرعية من طالبان وعدم الاعتراف بها كانوا بيعترفوا بحكومة برهان الدين رباني. الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم الحكومة الحالية بتاعة أشرف غاني كورقة ضغط على طالبان. نعم طيب. سألتيني طالبان عايزة إيه؟ وأنا قلت. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية عايزة إيه؟ طيب. الولايات المتحدة الأمريكية بتوافق على انسحاب قواتها، ولكن تبقى لها قاعدة عسكرية في داخل أفغانستان، لها عدد من الجنود والقوات والمستشارين، بحيث هذه القاعدة العسكرية تبقى تضمن استمرار النفوذ الأمريكي في منطقة وسط آسيا. قريبة من الصين لأن أفغانستان لها حدود مع الصين، قريبة من جمهوريات آسيا الوسطى التي انفرطت عن الاتحاد السوفيتي السابق، قريبة من روسيا. من المهم للولايات المتحدة الأمريكية أن يكون لها منطقة نفوذ في أفغانستان تستكمل بها الطوق اللي بتحزم به روسيا بقواعد عسكرية في اليابان، في الفلبين، في كوريا الجنوبية، يبقى في أفغانستان وكذلك في مناطق أخرى من العالم وفي أوروبا الشرقية. وطبعا أوروبا الشرقية الحلف شمال أطلنطي منتشر فيه. وبالتالي فالحل دلوقتي بدل الأمم المتحدة ما تتخذ قرار بتمديد البعثة، لا تتخذ قرار بإعادة الحوار بين أو بتشجيع أو تحفيز الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان على استئناف الحوار. طالبان بتشترط عدم حضور اي ممثل من حكومه اشرف غاني الحكومه الافغانيه للمشاركه في هذه الانتخابات لانها لا تعترف بها. العقده دي تم الالتفاف عليها او حلها بايه؟ بانه في زعماء افغان، زعماء قبائل، ذهبوا للمشاركه في هذه المفاوضات بصفتهم اعضاء في المجلس الاعلى للسلام الذي شكله حامد او طلب حامد كرزاي من الرئيس الراحل برهان الدين رباني تشكيل هذا المجلس. في افغانستان حاليا حاجه اسمها المجلس الاعلى للسلام، بيضم زعماء القبائل وبيضم شخصيات سياسيه وشخصيات مؤثره، منها حامد كرزاي نفسه الرئيس السابق. وبالتالي احنا ما نتمسكش بقى بالحكومه غير معترف بها، انما ندفع بالمجلس الاعلى للسلام اللي بيضم زعماء قبائل وبيضم ايضا شخصيات مواليه للحكومه الحاليه. نعم. لكن الولايات المتحده الامريكيه أوقفت الحوار مع طالبان. طالبان على طول فتحت القناة مع موسكو، وراح قاد الزعماء من طالبان أول أمس إلى موسكو. نعم. وروسيا عايزة تخش على الخط لأن روسيا بتعاني من انتشار المخدرات في أفغانستان. نعم. ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أفغانستان، حولتها إلى حقل مخدرات وعملت مصانع هيروين
وبدأت تتصرف كل آسيا الوسطى. وصلت فكرتك، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ السيد هاني الخبير في الشؤون الدولية على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا لك.